طيب تعالوا بقى نروح لمؤتمر النادي الأهلي للإعلان عن تفاصيل مشروع اكتشاف وإعداد المواهب وتنميتها بالتعاون مع شركة أمستردام كلينيك الهولندية اللي بتتولى الإشراف على هذا المشروع. بطبيعة الحال أول ما اتقال الاسم ده ناس كتير قال لك طب اشمعنى هولندا يعني؟ وده رد عليه كابتن محمود الخطيب بنفسه في المؤتمر الصحفي لما قال إن هولندا قدمت تجربة ناجحة للغاية على صعيد صناعة الأبطال الرياضيين رغم أن تعداد سكانها لا يعني يتعدى 17 مليون نسمة، ومع ذلك كان عندهم القدرة على تصنيع نجوم مستقبليين في رياضات مختلفة، وبنلاقي أن هم دايما متواجدين ضمن العشرة الأوائل في حصاد الدورات الأولمبية كل مرة، فحاجة محترمة جدا. خلونا نشوف من خلال هذا التقرير إيه اللي حصل أو جانب من اللي حصل في هذا المؤتمر، مؤتمر الصحفي والإعلان عن مشروع النادي الأهلي لاكتشاف المواهب. تابعوا معنا. The agreement between Al Ahly Club and Amsterdam Clinics. الاتفاقية دي مهمة عشان الاتفاقية دي هتساعد على حاجة كان بيعملها النادي الأهلي بالفعل وهي اكتشاف المواهب وتدريب الأطفال، بس ده هيبقى على أساس علمي من هنا ورايح، والأساس العلمي ده هيساعد على انتشار ده بالشكل والأسس العلمية دي في مصر كلها، وهيساعد النادي الأهلي إنه يدرب أطفال أكتر وإنه يحصل على بطولات أكتر. هو بيقول إن هولندا بالفعل موجودة في التعاون مع مصر في مجالات كتير أهمها المياه، لان هولندا بتساعد مصر في مجال المياه، وكمان هولندا ومصر الاثنين دول دلتا فبيتعاونوا في المجال ده، وفي تعاون في مجال المناخ كمان وفي حقوق المراه وفي حاجات كتير. وبالنسبه للرياضه كان في تعاون رياضي اوريدي قائم مع اتحادات ثانيه مع اتحاد الكوره وكده، بس ده المره دي هتبقى توسيع قاعده الرياضات مش بس الكوره، وعشان كده هو فرحان بالتعاون ده لان الرياضه بتجمع الناس ودي حاجه هو مبسوط بيها. سعداء في تواجدنا طبعا بالنادي الاهلي، توقيع بروتوكول التعاون مع النادي الاهلي عشان ده يكون البدايه لتطوير قطاع الرياضه في مصر وتوسيع ممارسه القاعده الرياضيه لدى الاطفال. طبعا احنا بننقل الخبرات الهولنديه اللي هي مبنيه على اساس علمي، واللي هي بتهتم مش بس بتحقيق البطولات ولكن بتاسيس الاطفال من الاعمار المبكره. فالبرنامج عباره عن اربع مراحل، او المنظومه ديت عباره عن اربع مراحل. المرحله الاولى بتبقى من عمر 5 سنين ل7 سنين على حاجه اسمها اساسيات الجهاز الحركي، بنعمل قياسات للاطفال في السن ده، وبناء على القياسات اللي احنا بنعملها ديت بيبقى في برنامج بدني عشان نحسن أداء الطفل، عشان الطفل أولا أنا مش عايزه دلوقتي لسه يمارس الرياضة كتخصص، أنا عايزه يحب الرياضة وعايزه يتحرك صح في مجال في اللعبة اللي هو بيحبها. أنا كراجل فني واشتغلت يعني لعبت ودربت وكنت مدير فني ومدير نشاط رياضي، كان تبالي السؤال اللي كان مش لاقي له إجابة، كيفية توجيه النشأ يعني ولاد السادة الأعضاء اللي أول ما بيبتدوا الشغل في الأكاديميات كيفية توجيههم لممارسة اللعبة المناسبة ليهم. وزي الدكتور محمد زغلول ما شرح باختصار عشان ما بقاش الأمور صعبة، فاونديز والنادي الأهلي ببساطة هو اكتشاف المواهب في سن مبكر عن طريق بعض القياسات، بيتم توجيه النشأ كل واحد يمارس الرياضة التي تناسبه. اتفاقية يعني مهمة في غاية الأهمية، وفي الحقيقة يمكن احنا عايزين نوضح حاجة لجماهير النادي الأهلي وأيضا للجماهير المصرية العريقة، ان الدستور المصري كأعلى مظلة تشريعية المادة الخاصة بالرياضة بتكلف كل مؤسسات الدولة المصرية باكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وتهيئة السبل أيضا للوصول إلى منصات التتويج. ده نص دستوري موجود في الدستور المصري، وفي الحقيقة النادي الأهلي بيعتبر كده هو أول مؤسسة وطنية مصرية عريقة يعني تفعل هذا البند بشكل واضح النهاردة من خلال اتفاقية شراكة مع واحدة من كبريات الشركات المتخصصة اللي موجودة في دولة هولندا. ويمكن كان حريص السفير دولة هولندا ان هو يحضر، لان هولندا في الحقيقة بتقدم تجربة فريدة، ويمكن كان النهاردة معالي السفير حريص انه يوضح هذه الحقائق بالارقام لما قال ان 66% من افراد المجتمع الهولندي يمارسون الرياضة
مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، لأن في باروميتر الاتحاد الأوروبي بيصدره كل عام عن ممارسة النشاط الرياضي داخل الاتحاد الأوروبي، لأن ده واحد أو محور أساسي في الاتفاقية بتاعت الاتحاد الأوروبي. فهولندا في الحقيقة هي دايما بتأتي في الريادة، فحصلت على المركز الأول أيضا في صحة وسعادة الأطفال، لأن الرياضة هي المصدر الرئيسي للبهجة، وعشان كده هم فخورين بهذا الشأن. شراكات ومؤتمرات ورعاة كلها حاجات بأحجام تليق بحجم النادي الأهلي. أنا لما بعقد شراكة أو بعمل ديل أو بعمل إيفنت أو غيره، أنا ببقى على قدر نفس المستوى، وبتبقى وين وين سيتويشن. وشوفنا ده كتير جدا، ولسه هنشوفه مع حضراتكم التعاقدات مع النادي الأهلي والرعاة وغيره، اللي بالمناسبة بيكونوا هم اللي بيسعوا إن هم يمضوا مع النادي الأهلي. وده مش كلام من فراغ، ده كلام على الأرض بيتم فعلا، والأفضل هو اللي بيعمل الشراكة مع النادي الأهلي، وبنعتبرها حاجة إضافة كمان لينا على الصعيد الآخر، وبتبقى صفقة ناجحة. ما شفناش أي حد جه وانضم مع النادي الأهلي بصفقة أو غيره أو كرعاة، وعمر ما كانت الديل أو الصفقة أو السنوات اللي احنا تعاوننا فيها كانت مش ناجحة عمرها. وده بدليل إن هم بيرجعوا لك تاني، وبيبقوا عايزين يعملوا هذه الشراكة معاك مرة تانية.